متابعي قناة أشواق تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم معنا قصة مؤثرة، قصة جديدة اللي كتطلب من المغاربة المساعدة، وربما من الجمعيات ومن المسؤولين وبزاف مهم كتطلب المساعدة ديال الناس. معنا اليوم كوثر اللي عتعاودنا القصة ديالها، شنو وقع لها وكيفاش وصلت لهاد الحالة. كوثر مرحبا بك. السلام عليكم، اسمي كوثر العشاب، كنا برانس قديمة وما جرت عليا هذه 4 سنين ونص، ما عقلت عليا ولا شفقة لا رحمة. انا قلت لكم كي جرت عليا خاي وخاي وبا اختصبوني، من اختصبوني كنت هربت للجمعية عباس سبتي. ديك الجمعية عباس سبتي شدتني، بقيت معاها قوس معاها عام، ماما قلبت عليا وما لقاتنيش. انا نقول لكم على زعما قلبت عليا، قلبت عليا باش صغير تلعب بيا، غير تلعب بيا باش تسميني حمق. المهم جا خايلي اسبانيا قال لها فين يا كوثر، قتلو كوثر، ما بقيناش كنقلبنا عليها وزعما ما لقيناهاش، حنا نلقاوها قبل ما يفوت الاوقات. المهم خاي قال لها انا جمع الدراري الحومه ديالنا وحنا نعلقوا لها التصاور ديالها. المهم نعملوا بجهدنا من عند الله. المهم قلبوا عليا ولقاوني علقوا التصاور ديالي في الترامبيات في الشارع. المهم كنا كنتسراو انا والجمعيه والعوا اللي فيها. مولا الجمعيه شافت التصويره ديالي هزاتها، جابت عند الجمعيه هضرت معايا قالت لي كوثر واش نعيط ليمك، قلت لها انا ما تعيطولاش، انا نقول لكم علاش كنت ما نعيطولاش، حيت ما رضيتش با خاي وخاي وبا يختصبوني. حيت انا قلت بين 15 الخوت راه ما يمكنش نكون انا بنتم. لو قلت انا بنتم تجيني الصراحه ونكون انا ماشي بنتم تجيني الصراحه، صافي تاني غير الحريه ديالي. انا بغيت غير شكون واحد يعاوني وصافي. شكون اللي اغتصبك فيهم؟ خايو خايو جوج خوتك وباك. اه واش هما خوتك حقيقيين ولا عفلورة؟ حقيقه ما عرفاش، انا ملي فتحت عيني جربت. المهم جربت كاين اللي هيدخل قصارين وكاين اللي كبارين، حيت 15 الخوت. فهمتك. فوق واش وقع لك اول اغتصاب؟ اول اغتصاب انا وقع لي في الدار ديالنا. شحال كان في عمرك تقريبا؟ حقيقه كنت باقا ما بلغت. بقى صغيرة؟ لا بقى ما بلغت. واخا فوقاش خرجتي من الدار ديالكم؟ بعدي 4 سنين ونص. وفين عايشة؟ عشت في مدينة بوليبار. كانوا كيضربوني الناس كيقولوا لي حمقة وهاديك، حيت ماما اللي سمتني بيدها حمقة، بنت ما حتى حمقة. علاش ماما واش كانت كتدافع عليهم ولا؟ أنا نقول لك زعما إنك كيشقاو سماوني حمقة وهاديك. المهم جابتني من الدار، من ديك الجمعية عباس سبتي ربطتني بالدار، جوزت تما 10 أيام في الدار مربوطة. أختي مرضاتش فسخت لي رجلي وقالت لي حيت كانت السنسلة غليطة في يدي، قالت لي ما نقدرش نفسخها لك، قالت لي شو أنا نعطيك حل واحد، لا تهرب من واحد المدرسة اللي في برانس. قلت لها واخا أنا نهرب. هربت من ديك المدرسة هاديك، بقيت كنغوت فيها. واحد ولد الحومة ديالنا شافني، طلع عند خايب عند خايب قال لها اختك كتغوت في المدرسه ومجدوده يدها. هود عندي خايله رحمه لا شفقه هزني وشعطني. ماما مهم بوليس شافوه قالوا عاد ضربتيها، قالوا له هذه هربت من الدار، قالوا من عذر العيله ترى من الدار، راه يدها مربوطين رجلها مربوطين، تا جرم كربطوه شي فهاد الطريقه هادي. المهم داوها هزوه في الطفيكه، ماما خلصت عليها فخلوش خرجات. المهم خرجت وقال له شكون شد بنتك؟ قالت له ماشي انا شديتها، با اسمه. هما باش بين اتفقوا، لا انا نقول لك علاش اتفقوا باش انا يحمقوني بالعاني، باش با يكتب له النص في الدار على الاغتصاب، حيت عندنا الدار كبيره حنايا، باش با ماما تسكت على الاغتصاب. هو قال له اعمل فيا اللي بغيت، المهم ما دينيش غير الحبس. قال له كوثر عنده اميمه كذا، مما كده مش شاشرة دي أمراض العقلية النفسية.
المهم واخا انا مشيت تماك باش عرف ربي يعاونني، واخا انا زدت المهم ما قدش بعقلي في كنت في صغري، ولكن انا كبري كنزيد نرجع قدام ما بقيتش يرجع في اللور. المهم مشيت لديك الجمعيه لا ديك ميما كذا، قلت يا عام ونص ما قلبوا عليا ما والو، كيقول لهم الدكتور زكريا جيت تشوفوا بنتكم، كيقولوا لها هذيك كتقول ما احنا ما جينا احنا ما جينا. ملي قلت عام ونص مقفوله شفني الدكتور زكريا ما كنضربش شي واحد ما كنأذيش شي واحد، قال هذا يحمقوا هذا بالعاني. ملي عقبيهم صافي قال الدكتور زكريا قال حسام سيكيريتي الباب، قال له طلع عند الدار ديالهم انا نثق فيك. طلعني الدار ديالنا دق عليا، طلعت عليه غير من الشرج ما حلت الباب لا والو، قالت له هذه حيده ما حل ما دينيو ما كنعرفهاش هذه ماشي بنتي، بس بقى لنا نص الدار باش انا تحمقني. كنمشي عند البوليس كنقول لهم عاونوني خصني نرجع عند الدار ديالنا قبل ما نولي زعما منك متشرده بزاف. كيقولوا لي تينا ام ام حمق مرفع ليا القلم، انا نقول لكم هذه ام ام مرفع ليا حمق حمقه، زعما منك ماما سمتني حمقه بيد داتني مما كذا وسمتني حمقه. انا كنت نور ما ناخذ، انا ما عمري اديت شي واحد راه سقسي اي واحد برانس. انا الاولى زعما منك ما كنت كنادي حتى شي واحد، واحد الان ما عمري نادي شي حد في حياتي، واخا ماما حقرتني واخا ظلمتني ما عرفاش اش نقول. انا بغيت غير معاونه هاد العائله ولا هاد العائله، فكر شي خصني نكبر زعما نكبر الحضانه ديالو، خصني نكبر المهم ما خصنيش يكبر بحالي انا زعما انك انا خلقت بحالي ما عندي لا ام لا اب. هاد الولد اللي فكرتك شكون باه؟ الحقيقه كنت مشيت مع واحد العائله من هنايا، كنت كنعس في هاد الكاف، مشيت مع واحد العائله وهي اللي عملت هي لا المهم كنت كتجبر فلوس من طهري، وكنمشي انا كنعس مع دراري ولكن كنكونشي بواحد، كنمشي نشرب كنعمل اكسطا المهم الغبره داكشي هذاك ما كنكونش بواحد. واخا دابا شحال انت عايشه في هذا الكهف؟ هذا الكهف دابا عام كامل. شنو كتاكل شنو كتشرب شنو كنكون هو مساعده وملي كتوني ناكل المهم كيدبروا عليا الناس كيدبروا عليا هو مساعده كان كنمشي نشري وكناكل. كيجيو عندك الناس؟ ها كيجيو عندي يعني كاينه مساعد؟ كاين. واخا دابا شنو كتطلب من المغاربه؟ كنطلب خصني غير نمشي لشي جمعيه نستقر فيها ونتعلم فيها بزاف د الحوايج، ننسى المشاكل ديالي، ننسى المهم ولده ولا بنت المهم كبروا غير في العز، ما يكبروش زعما في الحقره بحالي انا ما عندي لا ام لا اب. فهمت. دابا كتناشد الجمعيات انهم يعاونوك؟ اه. اعطيني العنوان باش الناس يعرفوا فين كاينه بالضبط، حيت ما عندكش رقم التليفون، قول الناس فين كاينه بالضبط باش اذا بغى شي واحد يعاونك. انا مرقه على جا الدرج غبرت الدرج حدا الحجر اللي هنايا وصافي ان شاء الله حدا القادوس. اخر كلمه تقدر تقولها للناس؟ كنطلب محسن ان يعاونوني ما بقاش غير في هذه الحاله ان شاء الله. شكرا جزيلا. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.